الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فيا عباد الله إن والديك أحق الناس بحسن معاشرتك وجميل برك وإحسانك لتعظيم فضلهما عليك وكثرة إحسانهما إليك وشدة عنايتهما بك في الصغر وجاء في الحديث وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فمن أولى بالمعروف والإحسان والبر وطاعتي هذا هو الحق على الإنسان أن يكرم الوالدين فلا تقل لهما أف قال الله تعالى وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاتقوا الله أيها الإنسان واحرصوا على رضا الوالدين فإن رضا الوالدين في العاجل والآجل واحذروا غضب الوالدين فإن غضبهما شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أيها المسلمون أقوق الوالدين من كبائر الذنوب قال الله تعالى أن أشكر لي ولوالديك إليه المصير فبر الوالدين والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف واجب حتى لو كان مشركين ما لم يأمر بإثم أو معصية فلا طاعة لهما في ذلك وخيرا أختم كلامي بقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون السلام عليكم.